اليوم حزب العدالة والتنمية عينه على المستقبل، لا ينظر إلى الخلف. الأمور الصغيرة اللي ساءت للبلاد هي اليوم مورانا. اليوم حزب العدالة والتنمية كينطلق نحو 7 أكتوبر بأعلى مستوى الجاهزية ديالته التنظيمية والشعبية والمصداقية والإنجاز الحكومي والبرلماني والجماعاتي. هذا هو اليوم العدالة والتنمية اللي غادي يمشي للمستقبل، وغادي عنده الثقة التامة بأن المغاربة غادي يكونوا على موعد مع تكريس استمرار الإصلاح وجعل كل مخلفات التدبير يعني التحكمي والإفسادي خلف ظهورنا إن شاء الله. هذه مسيرة شوها أساءت لمن نظمها وللمغرب، وبينت كما قال السيد الأمين العام بأنه الماتش تسالى والمغاربة عرفوا اللعب وعرفوا يمشيوا.